حياتي كلها بدت على وانتهت يعني بموقف، يعني هذا الموقف من صار لحادث قبل حياتي شيء وبعده شيء ثاني. بداية حياتي ما عندي أي مشكلة، حياة طبيعية، مخلص الابتدائية بالمتوسطة، تحديد بالثالث متوسط. وقتها كانت يعني وضعنا مو مثل هسه، كهرباء قليلة وماكو، ما عندنا جيزر، وحتى هو عندنا بس ما يشتغل على الكهرباء، مولدات كانت ماكو مثل هسه. فكنا من نسبح نشغل جيزر بالحمام ونسبح على الجيزر نخلي مي. فأنا أحب أسبح بالليل على مود الصبح أداوم، يعني هذا طبيعتي. إحنا بالسرة، إحنا هواي عددنا، أنا صغير عندهم بأهلي. فأنا من البخار ترى أنا يعني مختنقة بيومها من كنت أسبح وواقع، بس أنا صارخة. طبعا هذا كله يحكوا لي، أنا ما أدري يعني. أنا قعدت ثاني يوم قعدت أبكي، عبالي حلم أني شو، ما رحت للمدرسة أقولهم، واليمي كلهم يبكون وما حسيت أي شيء. بس قلت لهم ليش أنا ما أروح للمدرسة، إيش بيكم؟ قالوا لا أموت، البارحة بالحمام تخربطتي. فهذا طبيعي يعني تخربطت، بس بعدين أحس حرقة، يعني حرقة بجسمي. أثاري أنا من واقعة المي الحار واقع علي، واقع يعني على بطني، يعني أذي يعني بطني من فوق وبس، يعني بس منطقتها هاي البطن. فحسيت بحرقة، قلت لهم بطني توجعني، حرقة عندي، أريد أحك لازمين إيدي. ترى أنا محترقة بس ما أعرف، يعني هم منتظرين. بعدين جتني مضمدة قالت لازم تاخذوها للمستشفى، لازم يصير خافي سرعتها تسمم. هم ما قالوا لي شي، قالوا لي بس أنت من وقعتي تعورتي، ما قالوا لي انه انا محترقه. من رحت للمستشفى سووا لي، عرفت يعني، عرفت انه حرق، وحرق يعني واصل درجه، بس تعالجنا. يعني هاي الفتره كانت كلش صعبه علي. طبعا الاهل هم مثل ما تعرفين كانوا متاثرين كلش، وهاي واقع حال اي اهل يشوفون بنتهم قدامهم تتعرض الى حادث بشع. صحيح هم ما لهم يعني مثل ما يقول يد بي، بس هو بعد امر الله وصار، وكانوا متعاطفين جدا وياها وحاولوا بكل الطرق انه ما يحسسوها، لكن هذا بعد هي راح تشوف وتعرف هذا الامر. واني يعني تعرفين بكالوريا، فعفت الدراسه شهر كامل اني ما اداوم، والالم والعلاجات والحاله النفسيه انتهت يعني. وراها الحمد لله قدرت انه اداوم. من داومت انا خلال هالفتره، من نسيت اقول لك انه المدرسه جمعوا لي تبرعات، جمعوا لي مبلغ، يعني المدرسه كلها تبرعت لي حتى نسوي عمليه. طبعا وقتها اني قال الدكتور ما يصير هسه، لازم الطيبين يلا نسوي عمليه حتى يسوي لي ترقيع لانه صار تشوه. فرجعت للدوام، وأنا كان عندي أمل إنه أتخلص من هذا الشيء، إنه الحمد لله عندي فلوس وأقدر أسوي عملية. ورجعت شوية، بالبداية كان صعبة، وكان يعني تعرفين يعني مو يعني أنا نفسيتي تعبت. أكو بيهم ما يدرون شنو السبب، يعني لما تبرعات اللي شون قايلين لهم إنه محتاجة أسوي عملية مريضة، ما يدرون شنو السبب إنه أنا ليش، بس كم وحده مقربه من البنات. بعدين اللي عرفوا مو انا يعني شلون، من ظليت اداوم صارت بي حاله نفسيه انه دائما ابكي، درس درسين انا نايمه على الرحله وبس ابكي، رغم اني كلش شاطره، مستواي زين بالدراسه وكل المدرسات يعرفوني. فمن عرفوا السبب، فوحده من يومهم قالت وهاي الكلمه ما انساها، انت لعلي شلون راح تتزوجين. أما بالنسبة للمدرسة وللكادر التدريسي والطلاب كان موقفهم كلش حلو يا البنية. صحيح بعض البنات فطنوها على أشياء إنه أنت شلون راح تتزوجين، وأنت شلون يعني قبل موعد الزواج أو قبل ما يصير هذا الأمر خلوها تعرف أشياء ما المفروض وتفكر بيها أكثر من اللازم. فهنا بلشت العقدة عندها وحسب مجريات الأحداث. فهذا الموضوع أثر بي،
وراها من سويت العملية ما كانت ناجحة 100%، يعني وقت نسبة تشوه يعني واضحة كلش واضحة. فهذا الموضوع يعني موضوع الزواج كنت ما أفكر به، بس هاي الكلام هاي البنية بقى ببالي صدق، أنا شلون راح أتزوج؟ شو أقول للناس؟ يعني شو أقول للي يريد يتقدم لي؟ فقلت أعرف مسألة الزواج، خلي قلتي إنه أني شلون أطور نفسي. كملت المتوسطة، كملت الإعدادية، ما فكرت إنه مرة ثانية أسوي عملية، أكو حل، لأنه الدكتور قال، وبقتها كان مو مثل هسه التجميل، يعني هسه التجميل يستخدمون ليزر، يستخدمون هواي أشياء، أقدر أسافر، وقتها ما كان أي شيء. فبقيت على وضعي، تخرجت من السادس، طلعت معدل يعني لا بأس به، يعني زين، دخلت كلية زينة. هنا أنا أكيد هي راح يكون تركيزها حسب ما ذكرت، إنه قالت أني خسرت مثل ما يقولون جسمي، خلي أبدي أبلش أركز بحياتي العملية والدراسية، وحصلت على معدل جيد وهنا أنا لا بأس به. بس العقدة ما زالت مستمرة وراها، إنه أنا شلون راح أتزوج وأنا عندي هذا التشوه. بالكلية كان أكو شخص رايدني، أنا ما مضي مجال أحد يعني، وهم كان هذا الموضوع يعجبني، إنه هذا الولد أنا ما حاجي وياه، بس هو معجب، نظراته معجب. ما كنت أنطي رقمي بس لكم بنية إذا أغيب، إذا عن محاضرة أو أستفسر عن شيء، بس كم بنية يعرفون رقمي، يعني حتى هو رقمي ما يعرفه، فكان دائما يدز بناتي علي إنه أنا غرض الشريف، إنه أنا أريد أتزوج، أنا مو يعني مو أريد ألعب مثل بقية الشباب، وانطيني مجال وخلي أحكي وياها. هم الكل ما يعرف شنو السبب اللي أنا ليش رافضة، لأنه أنا أعرف إنه هذا الحرق أكيد، بس راح أقول له بيه ما راح يقبل، منو يقبل تتزوج وحدة عندها تشوه؟ بقى هاي ال4 سنوات كلها هو يلح وياي، لحد ما هو صار في حالة نفسية إنه يريد بس يحصل علي. التراكمات اللي يسببها الأهل، مثل الضغوط النفسية أو تعرض الحادث، فتنجبر إنه تخلص من أهلها. يعني أحيانًا مر علي حالة من الحالات، ما كثرة الضغط عليهم، هن 5 بنات وبس، هن 5 بنات، ما أقدر أبوهم يضغط عليهم ويضغط عليهم ويضغط عليهم، يعني بس يتزوجها. لكن من راح يصير الزواج، ورا الزواج راح ينصدم بواقع الحياة الزوجية، فراح راح يسبب طلاق. فكثير هاي الحالات موجودة، فإحنا نسرسل ظل قاعدة أنا بالمكتب لحد ما جوز تنهار ظل تبكي حتى نوصل لحل الموضوع. وبعض الأحيان يجي شخص إنه ماكو أي شيء، بدون أي سبب أو بدون أي مبرر، لا أنا خلاص أنا أريد طلاق. بعدين تخرجنا، وأنا همين قلت له خلي يقطع، وديت له رسالة يقطع الأمل، أنا رافضة فكرة الزواج، مو هو السبب. هو سأل أبو الخاط، سأل وين عنوان البيت مالتنا، ومن دلينا ورا ما تخرجت. ورا فترة اجونا يعني ناس، جتنا نسوان قالت اني ام فلان، وانتي هو يرادش بال4 سنوات دائما يحكي لنا حتى هو تمرض، انتي ليش ترفضين؟ فاهلي من عرفوا يعني انصدموا، انتي طول هاي الفترة وما قالت ان ليش، شكوا بيها. سكتت اني، راحة والناس يعني قلت لهم شنو ليش، هو تدرون الوضع وين يقبل انه يقبل وحدة مشوهة؟ أمه قالت لي لا تقول لي له، والدليل إنه تقول أحد الأشخاص صارحني أكثر من مرة وظل طول فترة الجامعة هو. وهنا الحالة غلطت، لأنه لو من الأول اعترفت له سبب الرفض ما كان وصلوا إلى مرحلة الطلاق. لأن اليوم أني من شخص ما بيعيب أو ما بيغلط، لكن عندي أني فد نقص هو مو بإرادتي، حادث تعرضت له، المفروض أبلغ المقابيلي حتى يعرف هو ليش الرفض. إذا يرفض وما يعرف ليش، أكو ناس يا أما راح تحب تنتقم، يا أما راح تحب تظل تركض وراها،
حتى تحصلها بأي يعتبر انه هاي البنية تعزز بروحها حتى يحصلها. واكو ناس لا تحب تنتقم، ومثل ما شفنا مجريات الاحداث اللاحقه. حقيقه احنا هاي نفسرها حب الانا. انا اليوم اظل داخلي اقول انا هاي شخص احبه، خاصه بالجامعات كثير هاي الحالات. بالمناسبة انك اكثر حالات الطلاق هي علاقات الحب، خاصه بالجامعه لابد ان تنتهي بطلاق، نسبتها من 70 الى 80%. يظل بدافع انه انا احبها، انا اريدها، انا احبها، انا اريدها، بس هو حتى ان صارت علاقه حب راح نهايتها شلون تكون طلاق، لان هم راح يبنوها على حب ما يدري، بدون زعل، بدون مشاكل، بس رضا الطرفين. بس الطرفين ما متطرقين لمواضيع مهمه مثل الحياه العائليه في الطرف الاول، او هي البنيه شنو اللي تريده، شنو اللي ما تريده. فدائما تظل علاقات الحب تمشي بسائر الامور، انه انا احبك، انا اريدك، على مرام لسانك، فدائما نهايتها تكون طلاق. يعني ما دام هو رايدك راح يتقبلك مثل ما انت، ما دام هو رايد يعني انت شافك خوش بنيه وسمعت الزينه وحابك كل هذه السنوات، اكيد راح ما يرفض هذا الشيء وراح يتقبلك مثل ما انت. ابتديت تشوفين هيك، قالت هي فرصه، انت بعد خرجتي ماكو اي فرصه تعيين، ف خلينا قبل بي. فأم رجعت لهم جواب أنه تعالوا، فصارت خطوبة. طبعاً ما يبين شيء أنا، يعني هو بالداخل التشوه مو خارجي، فما مبين شيء، ألبس بدلة عادي طبيعي. هذه الفترة أنا هم يعني ما كان يجيني هواي فترة الخطوبة، ما شاف مني شيء. وأصلاً مو من عاداتنا وتقاليدنا أنه الولد يعني يكون عند ميانة وياي، أو بس أنه تعرف علي أكثر. صح هو صار 4 سنوات بس ما يعرف شخصيتي، شاف بيها هواي أشياء. أنا هاي الفترة كلها تخيلي ماكو شيء ما تعلمته، أعجن وأخبز وأطبخ وكل أشياء البيت تعلمته، خيط. فيعني شلون يقولون ام بيت يعني عدله، ما عندي اي مشكله. وهو يشوفني يعني علاقتي ويا اهله زينه، يعني فتره الخطوبه يجون يروحون، حبوني، صاحبه ملقي يحبوني، يعني هيك شيء. هنا انا طبعا هذا الغلط الثاني. ست احنا عايشين بعالم حقيقي مو بعالم الخيال. ما أقدر أحكم عليه إذا مو من الأول قبل ما يكون الارتباط أقول له وأعوفه. أكو دائما مقولة أسمعها، هي يمكن شوي إحنا راح نخرج عن إطار الموضوع بس حتى تشبيه للحالة. إذا أردت الشيء بالقوة فأتركه فإن عاد إليك فهو لك، وإن لم يعد فهو من الأول لم يكن لك. هنا أنا المفروض قبل من يجوي أهله وفترة الخطوبة تقول له، حتى ما تحط أمام الأمر الواقع وتعطي مساحة من التفكير ومجال يفكر بالأمر. وهنا كان راح يبين هو رايدها أو ما رايدها. هنا هي ظلمت نفسها لأنه انكسرت مرتين، هي من الأول مكسورة بالحادث اللي تعرضت له، والكسرة الثانية أنه تركها وهي رفعت مستوى أحلامها ومستوى توقعاتها بأنه هو إذا حبني وما طوله هو ركض وراي هاي السنين كلها يعني راح يتقبلني. ولا تنسين إحنا عايشين بعالم حقيقي، هاي الأمور 90% تحدث بس بالأفلام والسوشيال ميديا يعني والمسلسلات اللي خلت البنات تتخيل أشياء هي مو حقيقية. حتى الزواج يعني بليلة الزواج يعني ما صار أي شيء، ولا هو انصدم أو تفاجئ بالموضوع، طبيعي. وأنا ارتاحت من هذا الموضوع لأنه شفت الولد يعني حتى ما سألني سؤال هاي شنو، ليش شيء، ليش جسمك شيء، ما سألني أي سؤال، ما سألني. ثاني يوم اجت أمي، من اجت أمي تعرفين احنا عادات هاي التقاليد تجيب ريوق وهيك شيء، فقالت ها شنو، قلت لها الولد كل شيء ما قال، يعني أمر طبيعي وكل شيء صار طبيعي ماكو أي شيء. هي فرحت، قالت شوفي مو قلت لك هذا مدام حابك يتقبلش مثل ما أنت. شو هذا دخل علي أنا، قال لأمي أخذي بنتك وروحي.
احنا انصدمنا يعني شنو اخذي بنتك وروحي؟ قال انتو غشيتوني، انا شفت وعبرتها هي هاي الليله واخذي بنتك وروحي. نرجع لنقطة البداية اللي أول لقاء كان بيني وبينك، أنه ذكرت لي شلو أكو باحثة اجتماعية تبحث بالأمور قبل الزواج، كان راح تعرف من خلال الخطيب أنه هو ركض وراها 4 سنين، وراح تعرف بطريقة ما هي متشوهة، وراح يعرفون يعالجون الموقف قبل حدوث الزواج. فإحنا دائما يعني أكثر من مرة نقول لازم نفعل هذا القانون، ونفعل قانون البحث الاجتماعي قبل الزواج وليس بعد الزواج. شنو فائدة أني بعد الزواج وبعد ما انكسرت البنية وبعد ما صار زواج وعرس وهنا هو قد يعتبر هي دا تنصب عليه أو دا تحط أمام الأمر الواقع؟ واي شباب ما تقبل على نفسه أنه ينحط أمام الأمر الواقع. إحنا كبنات ما نقبل كيفما هو شاب وعنفوانه وذكوريته ورجولته، فأكيد حتى وإن كان يحبها راح أكو بعض الناس راح تحسها أو تأخذ رد عكس، يعني رد فعل سلبي وليس إيجابي. ما صار الدخول؟ أنا يعني برأيي هو تعسف به. يقدر يقدر يتراجع، يقدر يتراجع. بس هو أنا التفكير والتحليل أنا الشخصي إليه إنه أفكر إنه مصاريف زواج، وفكر إنه أنا أضحك عليه من باب إنه أنا غشيت، فالآن أسوي الدخول وأرجعها للبنية. بس هو أنا بنظري كهو أو حتى إن كان دفوعي أمام المحكمة هو متعسف. أكيد أكيد ظلمها، أكيد ظلمها، ما أدخل بيها وأرجع الأمور على ما كان عليه، أحلها لك حق تفسخ عقد الزواج وما تستحق أي شيء. لكن من صار الدخول هنا راح تفرق، راح المحكمة راح تتوسع بهاي الأمور. حتى وإن كان هناك أكو هي ضمت عليه، بس أنت شفت إن هو شيء أكو أكو شيء ظاهر، أكيد ما دام أكو حرق بالموضوع الجلد الظاهر مبين. فمن صار الدخول هو تعسف به. أنا ما أتقبلها ولا أريدها. أنا من النوع اللي واحد بس يقول لي كلمة خلص لا أناقشه ولا شيء، رأسا لميت غراضي، أخذت كل ما تيوى النشان نفسه والذهب، قلت له يلا ماما. أهله سألوا وليه شكوا وين رايحة؟ قلت لهم ماكو ماكو حكي، خليه هو، يعني هو ذا يريدني يجي وراي. رجعت لأهلي، طبعا أنا انهاريت وبكيت، يعني حسيت أنه كان رايدني على مود بس أنه نفسه بيا وخلص مو أكثر. المهم بعدين هو صار بيناتنا ناس تتدخل، ناس تحكي تصلح، ما فات، قال هم غشوني. يعني أنا ما حكيت وياه أكثر لأن عرفت شنو غايته، يجوز حتى مو هذا الموضوع أصلاً، يعني مو موضوع التشوه اللي بيه، يعني هو كان بس إنه غايته إنه يتحصل عليه وخلص، شاف هاي حجة، لأنه لو ماكو هذا الشيء كان هما تنطلع لي حجة ثانية وهمين راح ننفصل. أنا هذا اللي فهمته وفسرته إنه هو بس كان مجرد إنه يريد يحصل عليه. سوى حقيقة مواضيع الغش والتدليس هي قليلة، حتى قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ما تطرق بصورة مباشرة، تطرق بها بالمادة 43 ومادة 42، لكن بفقرة وإلما للزوجة وليس للزوج. دائما هاي الحالات تكون قليله، يعني حتى شحه في القرارات التمييزيه لهذه المواضيع، فدائما ما تنحل خارج سوح المحاكم حقيقه. لكن حالات مشابهه اللي انا ذكرت اياها هاي مثل هاي الحاله، بس كحالات التجميل وغير التجميل هاي صارت يعني على السوشيال ميديا كراي عام، موضوع شلون نقول موضوع اليوم او حدث اليوم. مو قلت لك احنا من الاول اكو بعض الناس من تركض ورا بنيه لمده طويله وما تعرف شنو سبب الرفض، راح تحاول باي طريقه تحصل عليها حتى فقط تكسرها، وهنا مبين انه نيته كانت شنو وين يكسرها، انه انا حصلت عليك، اخذت رغبتي، اخذت اللي اريده وروحي ما يهمني انت. يعني احتمال حتى مثل ما قالت احتمال لو ما بيه هذا التشوه كان رفضني باي طريقه.
بينما لو قالت له من الأول كان حتى لو عافها بعد الزواج أكو يصير فرق، هي ما تشعر بالذنب لو 1%. هسه هي حتى ذكرت أنه أنا قبلت أخذ فقط غراضي وتنازلت عن الغايب والنفقة وكل مستحقاتي لأن أحس روحي أنا مذنبة نوعا ما. فهي لو من الأول قالت لك كان ما عليها أي ذنب أو أي كسرة، يعني على الأقل هي سوت عليها. أنا خليت محامية وهو هم خلى محامي، هو يعني فهم المحامي انه احنا غشيناه، وكان انه قالوا له انه هذا الشيء سبب ضرر لك وراح تكون المحكمه وياك وهي ما راح تحصل اي حقوق. المحاميه مالتي قالت يعني انه انت صح ما قلتي له وهذا يعتبر غش وما يصير هذا الشيء، بس انت تحصلين على حقوقك لان هو اللي رايد يطلق حتى لو هو مسبب الضرر. المهم صارت محكمة وصارت يعني أنا حضرت كل الجلسات وصار حكي وردت أحكي أنا وخلوني أحكي وحكيت للقاضي كل شيء. هناك من تعامل على اللي وصل له اليوم، دائما الموكل أو المراجع مين راجع المحامي؟ أول سؤال أسئلة إليه، أحكي له القصة كاملة، لا تحكي له من طرفين. فأكيد هو إحنا ما نطلع زماننا عن المحامين، فأكيد سأل موكله إجاب إنه حتى القصة اللي هو أنا أحبها وأنا أريدها، وبعدين أثناء الزواج درت بها محترقة وما دريت، بس ما قال له إنه أنا من أثناء المعاشرة الزوجية بليلة الدخلة إنه أنا دريت بها وشفتها وما تراجعت. إيه وهي كذلك. فهنا المحامي أكيد راح يقول له دعوا مصالحك، ولكن الحقيقة هي مو صحيحة. اليوم المحامي يعطي نتيجة بدعوة قرار مو بيده. ماكو شيء بقانون ما تحصل، هذا هو حق. اكو مهر معجل ومهر مؤجل، حق الزوج بالمعنى العام انه الحاضر والغايب احنا نسميه. الحاضر اللي هي اثاثها وذهبها اغراضها، يعني غرفة النوم واثاثها، والمعجل اللي هو مسجل بالعقد، عقد الزواج اللي من 10-5. ما كل شيء ما تحصل، ما كل شيء بقانون كل شيء ما تحصل. إذا كل شيء ما تحصل فالمحاكم يعني تغلق ونظل إحنا على الكلام، ما كل شيء ما تحصل. هو قال لي هو أنت غلطانة، هو هم غلطان، قال لنا اثنينكم غلطتوا، أنت ما صارحتي من البداية، وأنت همي أن تركض وراها 4 سنوات بعدين بليلة. المفروض أنت الإنسان من تحب الجوهرة مو تحب على مود شكله ومظهره. يعني القاضي رزلنا الصراحة اثنيناتنا. بعدين قال أنه أنتوا يعني أنت هذا شرع وحق الله، إذا أريد هسه أنا أحكم يعني انه انت ما راح تحصلين شيء لان انت ضريتي، بس هذا الشيء يعني ما اشوفه صحيح، انت شنو ذنبك؟ فقال تفاهموا قبل لا نحكم، تفاهموا، ما اريد ان نسوي حكم. وهذا الشيء استغربته الصراحه، لان قال اثنيناتكم انتم يعني انتم ظلمتوا نفسكم واثنيناتكم غلطانين، فحلوا المساله بيناتكم. فقعدنا بيناتنا ورحنا للباحث همين سولفنا، وقال الباحث ممكن ترجعون، ممكن يعني انه تتقبلها مثل ما هي. قال انا ما اتقبلها، ما اريدها، واني اصلا من هذا الموقف قلت مستحيل ارجع له. فالباحث وصلنا الحل بانه احنا انه ينطيني من المؤخر مالتي، واني اخذت غراضي، ينطيني الغرفه مالتي ومو كل المؤخر، ينطيني نصه. هو ما قبل، قال أنا من أجيب وأنا صرفت على العرس وهيك شيء. فأنا قلت لهم أنا مو مشكلة، أنا أتنازل على المؤخر مالتي، أنا أتنازل ما أريده. يعني هذا حسيته أنه لأنه أنا غشيته فهذا بلكي يعني يغفر لي. ما كان وصلنا إلى الطلاق ولا كان وصلنا أصلاً للزواج، يعني وقلت لك كان قدروا يوصلون إلى نقطة حل وسطية، يا أما يفترقون يا أما يعيشون على سنة الله ورسوله وبحلوها وبمورها. إحنا دائماً يعني نطلب من الدولة تفعيل هكذا بحث اجتماعي بالمؤسسات، سواء عن طريق كادر متخصص من قبل الحكومة أو عن طريق المجتمعات المدني،
طبعا سويت أنا أكثر من بحث بماليزيا نسبة الطلاق عندهم وصلت إلى 0% بعد تفعيل هذا القانون. هو مو نفس اللي إحنا نطلبه باحث اجتماعي، بس هم ايش سووا؟ سووا إنه دورة يدخل المقبلين على الزواج عد بعض، شلون هسه هاي دورات الإعلام، دورات السباحة وغيرها، يدخلوهم دورة ويحصل على شهادة سواء هو كان مؤهل للزواج أو غير مؤهل عن طريق مختصين وباحثين. هي مو مبادرة حكومية، لكن الحكومة من شافت بيها فد انخفضت نسبة من الطلاق قامت يعني سوتها مثل الشرط أساسي قبل الزواج، فتشوفين نسبة الطلاقات وصلت عندهم إلى 0%. لماذا أهل المحاكم وما تعرف المحاكم نظرها أن المحامي علاقات يجيب أي قرار يريد يجيبه، ونظرة أنه القاضي إعدام؟ بالعكس، القضاة بأغلب الدعاوى خاصة الشرعية أول موضوع يطرق له موضوع الإصلاح ذات البين. الإصلاح ذات البين لأنه أصلاً شرعاً أجاز إلى إصلاح ذات البين. فأول شيء يبدي به القاضي ينصح الطرفين يوصلون الطريق حل أحسن ما المحكمة تمشي بإجراءاتها مطولة، لأن هي مو دعوة واحدة، راح تسلسل أكثر من دعوة للحقوق للطلاق للتفريق بكل معانيها. فدائماً القاضي أول ما يبدي إصلاح ذات البين هاي خلال الجلسة، وقبل الجلسة أغلب دعاوى الطلاق أو التفريق تحال إلى البحث الاجتماعي. البحث الاجتماعي موظف مختص، الطرفين يجلسون ينصحهم يرشدهم، إذا ما وصلوا الطريق يبدي كتابة مشكلة الطرفين وتعرض على القاضي. القاضي راح يصير عنده خلفية عن الموضوع، شلون الحالة اللي سمعناها تسجل كتابة، القاضي راح يطلع عليها، راح يصير عنده خلفية عن موضوع المشكلة. فبالعكس أول مشكلة أو أول حل يبدي بيها المحكمة تبدي بيها هو إصلاح ذات البين. فقلت لهم ما أريد المؤخر، أريد بس كل شيء الموجود بغرفتي، غراضي، الهدايا، الأشياء سواء إلى أو إلي أريدهن كلهن، بس أنا أتنازل عن المؤخر، لأنه أنا الأشياء اللي جتني هواية قيمة وزينة، وأنا يعني هواي مواصلة ناس وصديقات، وهو همين أهله، فقلت هذا يكفي، هاي هم تطلع بيها يعني بالثلاث ملايين الصراحة. فمؤخر ايش قد هو 10، فالباقي يغفر لي. هو قبل على هذا الموضوع، قبل رجعنا قلنا احنا تفاهمنا، وبعدين صار الحكم على انه ماكو مؤخر وينطيني القائمة. طبعا همين سويت قائمة بالأثاث وكل الأشياء ذكرتها. بعدين رحنا يعني أخذناهم وتم الموضوع. أنا حتى نفقة ما ردت، يعني لأن هي النفقة على أساس أن المؤخر يجيني، وما أعرف شون النفقة تعد، ما أعرف هاي التفاصيل، بس أنا كل شيء ما ردت، ردت بس الغرفة والأثاث مالتي. أغلب الطلاق الحل بهذه الطريقة، اللي هو يتحول إذا كان تفريق أو طلاق رجعي، أو يتحول من طلاق أو من تفريق إلى طلاق خلعي. الطلاق الخلعي شرط من شروطه هو التنازل أو بذل، هي تبذل شيء مقابل الطلاق، لأن هي العصمة بيد الرجل. المرأة لها حقوقها كاملة إلى الحضانة، لكن تتوقف عند الطلاق، العصمة بيد الرجل. فدائما الرجل يلزم المرأة من هذا الجانب، إنه تنازلين عن شيء مقابل شيء، تنازلين الهدايا هي من حقها باعتبار إنه أهلها أو أقاربها مستحقتها، تنازل عن شيء مقابل الطلاق. وهذا وارد أغلب الدعاوى الطلاق. يعني هي هاي تعرفين انت بعد، هي اصبحت الماده اساس كل شيء. نادرا ما تلقين ناس تخاف الله وتراعي حقوقها. انا اعرف احد الاشخاص زوجته على 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 ذمته، وهي طبعا كانت متزوجه قبله، بس صار انفصال من صار عمره تقريبا، هو الرجل صار عمره 90 سنه وبعده مو ميت، من صار عمره 80 سنه قال لها أنا أخاف أموت بأي ساعة، فانطاها غايبها، وهو على ذمتها قالها أنت خدمتيني طول عمري. زين، أكو ناس تفكر بآخرتها قبل المادة، بس أنت تعرفين هنا الشباب بتعدت عن الدين،
قامت تفكر بس بالمادة، تفكر بس بالمتعة الجنسية، وأنه أنا متزوج حتى بس يا أما تخدمني وتخدم أهلي، ويا أما فقط لغرض العلاقات الزوجية الحميمية بعيدا عن إطار إلها حقوق إلها واجبات. هاي امرأة لازم أقوم بيها، يعني يفكرون إنه ها أنا دا أوكلها دا أشربها. يعني أكو مع العلم هي أكو هواي أمور لو يرجعون، أنا صحيح معالمة بالدين بس أعرف شوية حسب الاطلاع وحسب مدى نشوف ونسمع من أهالينا القبل، واللي يعني نحضر بعض المحاضرات الدينية للزوجة هواي حقوق بالوقت الحاضر ما دا أشوفها. أول شيء خلال أكيد إحنا اليوم متعارف عليه أثناء الخطبة أو التقدم لأي امرأة، طرفين يحضرون أهل الولد وأهل البنية، يثار هذا الموضوع البنية متعرضة لحرق في منطقة معينة، هذا البنية إحنا شو منقول هاي واقع حال البنية، الزواج طلب وقبول، إجابة وقبول، في حال قبل تحقق الإجابة فهنا راح يتخلصها من مشاكل. ويفضل انه اثناء عقد السيد هم يطرح هذا، لان راح تكون هناك مثبته ببينه شخصيه اثناء العقد مال السيد، فمن راح يثبتون هذا الشيء؟ هي مرات تسأل قانونيا بعد. فهنا بهاي الحاله صحيح، ليش؟ لان هي ايضا جزء بالخديعه مثل ما يقولون، وقع على الزوج خديعه، وان كانت نيته هو من الاول مبيتها سوء، بس هو هنا استخدم حجه انه هي ما قالت لي قبل الزواج، يعني تلاعب بالقانون. وطبعا هي هوايه من الزوجات تلتجئ الى انه تترك اذا مو نصف حقوقها كل حقوقها حتى فقط تحصل على الحريه، لان تحس اللي تعيش وياه هذا إنسان مو ما يخاف الله بيها، وتخاف لا تتورط بطفل أو أكثر. وتعرفين أكو ناس توصل بيها مرحلة تريد تشتري حريتها، تشتري حريتها. وطبعا قلت لك هو سبب ابتعاد الشباب وأيضا البنات عن الدين، وهو الله يسامحه يعني هذا الموضوع صار له هواي سنوات، يعني يقول لك صار له هواي قبل لا يدخل هسه التجميل، وهسه الوضع تغير. هسه وضعي أنا شفت هواي حالات يعالجون الأثر بالليزر، ورح سويت جلسات صح، مو يعني مو التحسن 100%، ماكو يعني خلقة رب العالمين يعني، وهي يعني شلون ارجعها مثل ما هي، وخاصة قالوا الترقيع اللي سويتيه بالبداية كان غلط لانه بيه هواي اشياء خطأ، فممكن انه نسويه مرة ثانية. فهذا هم يراد لي هواي فلوس. انا هاي الفترة يعني دخلت، انا متخرجت يعني، ومن تخرجت يعني اصير مدرسة، ف هاي الفترة راحت أنا كنت محاضرة قبل لا يعطون بها أي أمل، فكنت محاضرة وبقيت واي سنوات لحد ما صار لنا عقد، فأتأمل من يصير تعيين أو شيء إنه أخذ مبلغ حتى ممكن أسافر أو أسوي يعني تجميل، لأن شفت واي حالات سوت تجميل وكان بي نتيجة، فمتأملة هذا الشيء. بس مرة ثانية إذا تقدم لي شخص همي أريده يختارني إلي آني لشخصي آني، بس هالمرة لا، راح أصارح باللي صار بي، وش قد ما تكون النتيجة هو هسه أكو تحسن يعني فد 10%، ومتأملة يصير تحسن. المرة الجاية قلت إنه لازم واحد من أهله أخواته أمه اللي يتقدم لازم يشوف مظهري مثل ما هو ويشرحوا لي إياه، إذا قبل بي كان بي، إذا ما قبل بي أنا الحمد لله وشكر معززة مكرمة ببيت أهلي، وأهلي ما مقصرين علي بشي، وأنا أشوف نفسي هاي التجربة اللي صارت لي ما هزتني قد ما هي علمتني أنه أنا ما يصير أنه أبدي بحياة مع شخص بالغش، لازم كل شيء يكون واضح، ما أضم عليه أي شيء، سواء شيء ماضي او مريت بتجربه، وهاي التجربه اكيد راح اقولها للشخص اللي يتقدم لي. هسه ما رافضه فكره الزواج ولا شيء، بس منتظره انه يصير لي تحسن اكثر بوضعي وبشكلي حتى المقابل يجي ما راح يرفض.
هي انه التفكير اللي تفكر به هسه حاليا جدا صحيح، واذا لقت الانسان اللي يتقبلها بهذا الشيء، بس نصيحه انه تقول له حتى قبل ما تفك، يعني اول ما يصارحها كون تقول له. ليش؟ حتى لا تتعلق به او تتعلق بوهم ثاني وتتعرض الى انتكاسه قد تكون اكبر من هاي الانتكاسه. اما بالنسبه للاضافه، يعني دائما احنا ناشد الحكومه عن طريقكم وعن طريق القنوات انه تهتم بالشباب، تهتم بتوعيتهم سواء قبل الزواج او بصوره عامه. الشباب مبتعد هسه عن الثقافه بصوره كلش كبيره. ليش؟ حسبالهم الثقافه انه قرا له كلمتين عن الفيسبوك او قرا له كتاب من المتنبي هو صار مثقف. لا، الثقافه مو هيك ابدا، مو هيك. الثقافه انه احضر بعض الندوات الثقافيه التثقيفيه اللي بيها هدف ومعنى، مو بس اني اقرا لي كلمتين او انزل لي صوره بالمتنبي. لا، يا ريت لو الدولة تسوي صحيح منتديات شبابية تثقف بيها الشباب، بدل ما قاعدين هم هم شغل ماكو همين عطالة بطالة، فهذا كله يؤدي إلى الابتعاد عن الأخلاق اللي مثل ما يقولون أهلنا قبل. يعني الأخلاق أساس كل شيء، والشاب أساسه بأخلاقه. حاليا نسبة الطلاق أكثر من الزواج، خاصة هسه لكثرة مواليد الألفينات. الزواج حاليا صاير شهوة وليس تكوين أسرة. دائما المشاكل اللي جاي يصير يعني من أتفه الأسباب، على لبسة، على شال، على طلعة، على فد أكلة، أنه أنا تزوجت ثاني يوم ما ردته خلاص نزوة وانتهت. هاي المشاكل اللي جاي يصير، إنه أنا اللي أنصح به أن تكون فترة الخطوبة تكون طويلة، لا تقل عن 6 شهور، وأكون على حقيقتي. أنا أكون على حقيقتي، بطبتي، بطلعتي، بسفري، بأسلوبي، حتى الشخص المقابلي يتقبلني على ما أنا عليه. أنا مو أعيش بوهم الحب واللي أي شيء تحتاجين. يعني مثلاً مثال بسيط، الحالة المادية للشخص يجوز أثناء فترة الخطوبة يعيشها ملكي. أي شيء تحتاجي، تليفون اللي كانت هدية، اللي كانت طلعة، اللي كان سفر، أي شيء اللي تريدي. بس أثناء الحياة الزوجية راح تتفاجئ أنه ما عندي. شلون كان يجيبين ما تدري، كان يداين سلف. فهنا راح يدخلنا مجال وفجوة بالطلاق. هذا اللي أنصح فيها.